تخيل بلد كاملة هتتقسم اتنين وفي طرف هياخد مميزات والتاني مش هيكون ليه أي مميزات خالص. أهو هي دي مصر بالظبط حسب ما وصفها البابا توادرس. كوباية الشاي بتاعتك وتعال أحكي لك الحوار من الآخر. سنة 1951 نزل في دور العرض فيلم اسمه لك يوم يا ظالم. الفيلم من إخراج المخرج العظيم صلاح أبو سيف وبطولة فاتن حمامة ومحسن سرحان ومحمود المليجي ونجوم تانية كتير. الفيلم كان بيتكلم عن بنت شابة متجوزة راجل مريض، وصاحب الراجل ده حاول يوقع الزوجة في علاقة مش تمام، وده علشان يخطف فلوس جوزها كلها ويستولي عليها. وزي ما بيتقال ان التاريخ دايما بيعيد نفسه، في نفس السنة دي وتحديدا يوم 8 أغسطس سنة 1951 اتولد محمد مرسي عيسى العياط في محافظة الشرقية. اتولد علشان يرجع يجسد نفس السيناريو اللي كان موجود في فيلم لك يوم يا ظالم ولكن على أرض الواقع. ومن أول سنة 2012 وعلى بلد كاملة مش على واحدة ست زي ما كان موجود في الفيلم. محمد مرسي كان أول رئيس جمهورية في تاريخ مصر بعد ثورة 25 يناير، وزي أغلب الناس بعد الثورة كانت مستنية إنه يكون في رئيس قائد للسفينة، ولكن حصل العكس تماماً، لأن أغلب الناس ما كانتش تفتكر إن محمد مرسي اترشح نيابة عن اللي هو تابع لجماعة الإخوان المسلمين، وده بعد ما اترفضت أوراق خيرت الشاطر في الترشيح لرئاسة الجمهورية، فكان لازم يكون في واحد تاني يقدر يمثل الإخوان على الصراع الرئاسي. وهنا جه الاختيار على محمد مرسي. وبدون الخوض في تفاصيل كتير والفشل اللي تعرضت له مصر في السنة دي واللي كان متولي فيها محمد مرسي رئاسة الجمهورية، كان في مشكلة تانية كبيرة بتتعرض لها مصر، وهي الفتنة الطائفية، واللي يمكن ما كانتش موجودة بشكل ظاهر لكل الناس في الإعلام، ولكنها كانت موجودة بشكل غير مباشر، وده اللي خلى كتير من المسيحيين المصريين يهاجروا برا مصر، وده علشان سوء المعاملة والتضييق اللي كانوا بيتعرضوا له وقت حكم جماعة الإخوان. وعلشان كل التفاصيل دي ما كانتش معروفة وقتها، دلوقتي طلع لينا البابا توادرس في حديث تلفزيوني واتكلم عن المشاكل اللي كان بيعاني منها المصريين أصحاب الديانة المسيحية في وقت حكم محمد مرسي. فخليني قبل ما أقولك التصريحات اللي قالها البابا توادرس أنبه عليك إنك تكمل الحلقة للآخر علشان في تفاصيل تانية هترعبك وهتأكد لك إن التاريخ بيعيد نفسه. بيحكي البابا توادرس أن وقت إعلان رئيس الجمهورية كان موجود في أستراليا، ولما سمع الخبر هناك كل الأقباط اللي كانوا موجودين حواليه انفجروا بالبكاء والصريخ، وكل الناس اللي موجودين في أستراليا كانوا عايزين يجيبوا أهليهم المسيحيين لأستراليا ويسيبوا مصر خالص، وده بسبب الخوف والرعب اللي كانوا حاسين بيه من جماعة الإخوان وحكمهم لمصر. ولكن اللي حصل بعد وجود محمد مرسي على كرسي الحكم إن البابا توادرس الثاني انسحب من إعداد الدستور الجديد واللي كانوا بيعملوه الإخوان، وده بعد ما قعد في مناقشات كلها كانت رايحة في سكة تقسيم مصر مسلم ومسيحي. واللي بروز الصورة أكتر هو إن محمد مرسي ما شاركش في احتفالات عيد الميلاد المجيد زي أي رئيس جمهورية بيكون موجود لأي دولة. والأسوأ حصل يوم 7 أبريل سنة 2013 لما حصل اعتداء على كاتدرائية في الأسكندرية، والكارثة كانت رد الفعل البارد من الحكومة في رئاسة الجمهورية وقتها تجاه الاعتداءات اللي حصلت. ومصر وقتها كانت رايحة في حتة تانية خالص، لدرجة أن المسيحيين كتير قدموا طلبات الهجرة لدول تانية زي جورجيا، وده وقتها كان بصورة كبيرة جدا. ولكن كل ده اتحل وخلص بفضل شعب مصر العظيم والقوات المسلحة اللي قدرت ان هي توقف التفرقة اللي كانت بتعملها جماعة الإخوان، وإيمانا من الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأننا شركاء وطن واحد، مصر قدرت تعدي البر الأمان. خليني بقى أقول لك وأحكي لك عن اللي حصل في الفيلم اللي اتكلمنا عنه في أول الحلقة، اللي محمود المليج بشخصية منير كان عاوز ياخد كل الفلوس اللي كانت مع فاتن حمامة مرات صاحبه، وحاول إن هو يستدرجها وياخد منها كل اللي هو عايزه، ولكنه في الآخر ما قدرش لأن شخصية حسونة اللي قدمها الفنان محسن سرحان إن هو يقف في وش محمود المليجي وينصف أنصاف ويخليها عايشة في أمان. صلاح أبو سيف زي ما يكون شايف المستقبل، منير هو جماعة الإخوان ومحمد مرسي، وأنصاف هي مصر الطيبة، حسونة هو الراجل اللي قدر ينقذ مصر ويعدي بيها، وفي الآخر عايزين نقول إن إحنا كلنا أبناء وطن واحد، مفيش فرق بيننا وبين بعض، وهنفضل كلنا أولاد مصر، وخليك دايماً معانا في عين مصر.